فين بلاتي الحاج جمي بلاتي عندك تصنع لي باش ما تقطعش ليا اللايف. كل شيء بارطاجي اللايف، بغيت لايف ولي الف هذا اللايف، هذا اللايف بغيتو يولي الف، هذا اللايف بغيتو يولي الف، هذا اللايف بغيتو يولي الف. صوفيا طالوني شنو خدمتو؟ كيجيو عندو الناس كيخدرهم ويصورهم ويبقى يهددهم. هذيك المره جات عندو كاتولينا سجلها وصورها، ملي ما نجحتش للعمليه شكات منه قالت لي شوف العمليه راه ما نجحتش وانت جايبني غير هنايا ماشي كلينيك ومعترفش بيه من وزاره الصحه التركيه، علاش درتي لي هذه الحاله؟ بدا كيهددها بالفيديوهات ديالها وتصاور ماشي حشومه. مرت لي هودي اللي في ميريكان، مرت لي هودي اللي في ميريكان هي والتراس اللي عندها، هي كتضرب ستاره وتضرب كيسان ودير نظاظر كحلين عاد كتطلع في اللايف. مستحيل تطلع كامل بكامل قواها العقليه من سابع المستحيلات. هذيك الانسانه من سابع كل شيء كبس وصيفطوا لي كادو لي كادو لي كادو لي كادو، خليه يشوف الكادو هذايا كتنزل، خليه يشوف الهدايا كتنزل. مال والهم المشكله، لعب عليهم الشيطان وضحك عليهم الشيطان وقال ليهم راه شوشو حويت قصاور غينقزوا عليا، وانا راه حبوبه مقيحه، وانا راه من خاريه جاريه غنطليها على ديال امهم، انا قودوها من عندي، انا عندي الربح والخساره واحد. اوي انا كنت باغي ندي مرتي عن طالوني هاك عمر، والله تدير لك اكبر قالب. تصور شنو دارت، تصور شنو دارت. ويلا كذبت عليها الله يرزيني. ياك انا صاحبتي من روح الروح وصاحبتي من 2016، علاش حتى شي حاجه ما درتها عندها؟ علاش حتى شي حاجه ما درتها عندها؟ شكرا ابو سلطان. انا نقول لك على حتى حاجه ما درتها عندها، لانه هذيك انسانه خبيثه، هذيك انسانه خبيثه لواحد الدرجه ما كتصورش. جا عندها واحد السيد من المغرب من طنجه، شكرا على الهدايا، وجا عندها واحد السيد عايش بالفيز بالتاشيرات في الامارات، اللي جاو عندها بجوج باش يديروا عمليه الشفط. نورمالمون عمليه الشفط او اي عمليه جراحيه خاص الواحد حتى يدير التحاليل ديال الدم عاد نديروا ليه العمليه. اوكي ملي داروا التحاليل ديال الدم الاول لقاو عنده السيده، والتحاليل ديال الدم الثاني الولد اللي في المغرب لقاوه سليم. اشنو دارت من الخبط؟ لانه هذاك الاول هذاك الدري اللي في المغرب كان صديقها، وهي صباطي عدوها شي واحد يكون حسن منها او عنده الفلوس. شديتي الدم ديال الدري السليم حقنتيها في الدم ديال الدري اللي في السيده، حقنتيها ديال الدري السليم. تصوروا نورمالمون الواحد كدير ليه التحاليل عاد كتدخلي لغرفه العمليات وكتخدره، هي خدرت الدري ديريكت ودخلت لغرفه العمليات. ملي قالوا ليها ملي فاق الدري من البنج هو يقولها في العمليه، وهي تقول ليه سوري لقينا عندك السيده. تصوروا واش صوفيا طبيبه وغسمساره في حالي في حالي، احنا مجرد سماسره في تركيا، واش انا وياك كنا قاريين الطب باش كتفقصوني؟ بنادم ملي كدير ملي كدير ملي كدير عمليه في شي مستشفى كيعطوك ضمان فيه في سميه المستشفى، ماشي فيه صوفيا استيتيك. واش هي دارسه الطب؟ واش انا دارس الطب غنعطيكم ضمان فيه شوشو استيتيك؟ راه ما يمكنش، خص ضمان باسم المستشفى اللي درتي فيه العمليه ومختوم من وزاره الصحه التركيه. فين قرات التجميل؟ قراته في اليمن؟ فين قراته؟ قراته في الجبل فاش خلاها واحد في التعاليق؟ هذيك انسانه خبيثه خبيثه خوتي لواحد الدرجه ما كتصورش. او الدري ملي فاق قسما بالله اللي دخل في اكتئاب لمده عام، راه كتعرفوه في السوشيال ميديا، ما بغيتش نشوهو ما بغيت نفضحو، وهي قلت كتقول عليه بلي راه فيه السيده، وجا عندي لقيت فيه السيده. هو مسكين نكر لحقاش ما غادي ما كاينش شي واحد في المغرب غتكون فيه السيده وغيقول لك انا فيه السيده، الناس غادي تهرب منه. واش فهمتوا؟ شديتي الدم ديال هذاك الوالد اللي فيه السيده حقنتيها لصاحبك، صاحبك الانتيم يا عباد الله اللي ما فيه والو، ومشيتي دمرتيه. يلا هالاولى الثانيه ديال الدري اللي قتلت ليه العرق ديال بزولته اليمنى. تصوروا راه كتبوا لي سميتو الثانيه ديال الدري. واحد مره عيرت اللاجئين، ناض واحد كيدافع على اللاجئين، هو حاليا لاجئ، وقبل ملي دافع على اللاجئين ما كانش لاجئ. ملي بدا كيعير فيه وداك الشيء كيطعوه بزاف شوف تيفي، ملي بدا انا غندير لقاء صحفي في شوف تيفي هاد اليومين،
انا غنقول الحاجه امي قالت لي قرات في جردة مردوخ، قرات في جامع الفنا، وعاد غنعاود لكم مشكل ديالها مع واحد البرلماني كانت كتهاد الدوره مواضيع خطيره ومواضيع كبيره. انا راه جبدوني وراهم جبدوا حبوبه مقيحه وراهم جبدوا خريه جاريه، انا قودتوها من عندي، شفتيها طالوني نقول لك من هاد المنبر كل نهار غنشرشمك كل نهار غنحويك، قودتيها من عندي حيت انا نسيتك زمان، مادام جبدتيني غنجبد موضوع مراكش، موضوع الشدة ديال الكوك، موضوع البرلماني، صافي انا بايعها، انا عندي زيد ناقص، انا عندي الربح والخسارة واحد، الربح والخسارة عندي واحد. اه سير حبيبتي شوف فين تعطي راسك، وين دخلتي للمغرب واجي يدير بيه فيا. انتي معايا طحتي وراك طحتي مع البارصة امبيمسي وراك طحتي مع الجيش. حبيبة السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم، قوتيها صاحبة آخر الزمان. شو موخي صاحبة آخر الزمان، بنادم غدار. تصوري دري للعنق كلاشاها لحقاش كانت كتعير اللاجئين وطلع في لقاء صحفي مع شوف تيفي ودك الشي. المهم ما علينا، اش نطرى مشات ليام وجات ليام ما يتصالحوا. هذا المشرفات بلوكيو لي الاخرى، بلوكيو لي اي واحد غادي يجي من طرفه وغادي يسب. المهم ما علينا، قلت لها البزاز اللي درتي لفلان ما عجبونيش، كيبانوا لي فحال الحلاقه مطالعين هنا 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 هنا. قلت لها هذاك ماشي مينيتور امريكي، تصور السيده خدامه سمساره في التجميل وما كتعرفش انواع السيليكون، ما كتعرفش انواع الفيلر، ما كتعرفش انواع البوتوكس، ما كتعرفش انواع تكساس، ما كتعرفش اش كتحقن لعباد الله. او وكنقولها غير شحال من بوصيله خديتي من هنا باش تحقن البلاد من هنا الزراعه، ما عارفاش شنو هي الزراعه ومش ما عارفاش شنو هما البوصيلات. قلت لها البوصيلات راه هما الشعرات اللي كيتخادو من هنا سلام اختي ربيعه بلوكي ليا الزبل اللي كيسب، سمعتيني السيده ما كتعرف والو، لا في بوتوكس لا في فيلر لا في تيكسس لا في حتى شي حاجه. المهم ما علينا، قلت لها حبي هذاك راه ماشي مينيتور امريكي اللي درتي اللي درتي للدري، لانه احسن نوعيه سيليكون كيدار في البزازل هو مينيتور امريكي. كبسوا صيفطوا الكادويات، كبسوا وصيفطوا حتى الكادويات، ماشي غتكبسوا صيفطوا الورود والتيك توك وداك الشيء. قلت لها راه ماشي مينيتور امريكي هذاك اللي درتي للدري، وهي تقول لي شوشو بحال كبد الاسلوب. انا ننسى نهار اللي كان كيسبني ملي عيرت اللاجئات، تصوروا لا ماشي اللايف كيتسينيالا كيصونيو عليا بنات القحاب في الواتساب، الواتساب كيبقاو يصونيو عليا العاهرات، غنبلوكي يدير امهم هادو كتنساني. قالت لي انا نسى نهار اللي صيف، قالت لي نهار اللي كان كيسبني وكيسب هذا. قلت لها اويلي، قلت لها هذاك راه دعايه بالنسبه لك انتيا بحكم انه عنده في انستغرام ديالو اكثر من 100,000، راه دعايه اشهار بالنسبه لك، خاصك دير لي شي حاجه زوينه باش الناس يشوفوه ويجيو لعندك. وهي تقول لي لا حبي ما ننساش اشنو دار فيا واشنو قال فيا. والصدمه القويه انه الدري مؤخرا سيرو سولوه قلدوه ما بقاش كيحس بزولته اليمنى. ملي قلت ليه ما هو يقول لي شو راه مابقيتش كنحس بزولتي اليمنى، وراه بحال قتلت ليا العرق ديال بزولتي اليمنى. ويدير في راسي الطن نهار اللي هضرت معاه وقالت لي انا ننسى، ويلا كذبت عليها يا ربي بغيت ما نصبحش، الا كذبت على هذيك السيده بغيت هذه النعمه تعميني وتزحفني.
عباد الله هذيك إنسانة خبيثة خبيثة لواحد الدرجة ما كتصورش. ما كنهضرش نسكن نهضر على صباطي اللي في تركيا. خبيثة خبيثة. حقنتي لدري السيدة في الدم ديالو. قتلتي لدري العرق ديال بزولته ليمنه وما درتيش لي احسن نوعية سيليكون. واللي داروا عندها مؤخرا اقسم بالله اللي داروا عندها هوليود سمايل من هذوك المشاهير اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ثلاثه المرات والله ما دارت ليهم زيركون الماني الهوليود سمايل دارت ليهم زيركون تركي. ومع المده غادي تطلع لهم الريحه في الفم ومع المده غادي نشوفوا السنان كي غيوليو ومع المده غادي نشوفوا اللحم ديال اللتة كيفاش داير كروفيطا كتجبد ماماك ماما بزاف عليها الصاله ما كتفوتهاش ماشي بحال امها الكوارو نهار اللي جات عندي امها تصف الكوارو كارو مورا كارو كارو مورا كارو كارو مورا كارو وامها ما كتحيدش الكوارو من فمها ماما ما كتحيدش الكوارو ماما ما كتكميش الكارو ماما ما كتفسدش هي الزب كيخرج منها وكيدخل فمها نفس التوب فيهم بجوج كيخرج من هذه ويدخل في الاخرى اشنو غتقارني امك بماما ماما بزاف عليك ودك طالو نبكر نهار دخل دارنا اول متحول واخر متحول ويا ريتني ما دخلته نهار دخل دارنا قال لي مستحيل تكون انت من هاد العائله اختي دايره جوج ضيوفه صحار اللي كتقولوا نتوما صحار دايره جوج ضيوفه ماما تاهي دايره جوج ضيوفه وقت ديال الصلاه ما كيفوتهاش اما انتيا عيطتي لي قلت لي بغات نجي نبدل عندك الجو في تركيا قلت لك يلا اجي حبي مرحبا بك اش قلتي لي قلتي لي وأنا بغيت نجيب لك الدراري ما لقيتش فين نخليهم قلت له خلي الدراري عند امك وهي تقول لي ويلي هذيك العاهره لقيتها مشات ليا مع الصاحب يعني عندكم عادي انت امك كتشاركوا نفس التوب انت امك كتشاركي نفس التوب نفس التوب نفس التوب يعني انا ما بغاش تدخل ليا العقلي ما بغاش تدخل ليا دماغي اوكي نقدر نقولوا كاين فساد كاين شي حاجه ولكن باش انت امك تشاركوا نفس الانبوب حشومه هجوم تشاركوا نفس الانبوب وهذا باش جبتوني وراكم جبتوا خريه جاري راكم غنديركم كونسيبت عندي انا شوفوا اللايف ما شاء الله واصل 700 مازال غيوصل قبيله كان 1000 وغنديركم كونسيبت دابا بالله عليكم هذاك صباطي اللي في تركيا من بعد ما دار هادشي في الناس شكون غادي يمشي يدير عنده قولوا لي شكون غيمشي يدير عنده حتى شي واحد ما غيمشي يدير عنده الناس غتبقى تخاف كاتولينا جات عندك صورتيها عريانه زيد ياسين انت بلوك خرج نحرمك من اللايف هذا هي لحقاش في غتلات هذا فوكونت قالت لك حقه اغتصبوني في المغرب هذيك سردينه ام الحراميين اللي في بلجيكا سردينه ام الحراميين في بلجيكا باش ملي تكون فاتحه لها تعرفوا باش تعيروها بسردينه ام الحراميين لحقاش والده جوج كل واحد من اب وتا واحد مسجلوا ليها با فهمتي على لقيتها كانت خاشيه راسها في طارو ديال الزبل ما عرفتش الدقه منين جات بحال بحال المشه المشاش ديال الزناقي كتكون خاشيه راسها في سطل الزبل كيجي المش كيضربو فيها من اللور ما كتعرف الدقه منين جات حتى كتولد 7-8 هي قاضي كروفيطا واش فهمتوا هذيك سميوها سردينه ام الحراميين سردينه ام الحراميين لاله شحال من مره كانت كتهضر معايا ابيل فيديو اقسم بالله وصيامي حرام عليا الا كذبت عليكم انا خدامه كنبلوكي برافو بلوكي عباد الله الوسخ اللي كيسبوا سيري اختي الله يسهل عليك سيري بلوكي هادي تاقي اللي قالتك انا غتمشي عند صباطي زيدي سيري عندها يلا طيري قالت لك حقا اغتصبوها وداروا ليها كان نقول لكم اخوتي القصه انتم كملوا بلا نقول انا الاسامي انتم كملوا من عينكم جوج لوبيات مرجلين كانوا جالسين في واحد الجلسه كيتخاطروا على جوج دراري كانوا جالسين معاهم في ديك الجلسه هذيك اللوبيا المرجله كتقول اللوبيا الاخرى التوب ديال فلان كبر من التوب ديال فلان الاخرى هي تقول لها لا التوب ديال فلان كبر من التوب ديال فلان اللوبيا مع اللوبيا نضت اللوبيا جبدات مليون نضت اللوبيا الاخرى جبدات مليون تخاطروا قالت لك اللي غيطلع التوب ديالو كبر من الاخر غتدي الفلوس كاملين نقزت السردينه ام الحراميين قالت لهم انا نعبرهم ليكم دخلتي الدراري بجوج للطواليت وكتشدي التوب هذا والتوب هذا وجالسه كتعبري تعطلتي ربع ساعه ولا 20 دقيقه عاد خرجتي عند اللوبيات باش تعطيهم النتيجه انت اللي كتقولي مرت الراجل وعندك الدراري وغدا بولادها هي حصره عند دوك الدراري انت اللي كتقولي مرت الراجل يا سردينه ام الحراميين انت عندك الميزان قالت تعبري هاي 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 نعبر قالت لهم انا نعبر هويل انا نعبر هويل انا نعبر انت عندك الميزانو
واه يا ربي، قالت لي ما نعبر لكم اخوتي. وتعطلت 20 دقيقة. يعني اشنو طرا في ديك 20 دقيقة؟ كتعبر التبوبة. غاسقف ما تفتح لايف وتبقى تكتبوا ليها سردينا مول الحراميين كتعبر التبوبة. قلت لك بعد قلتها ليها، قلت لي واش تي بصح كتعبري التبوبة؟ ايه. ودابا شنو باين لكم في هذه الانسانة؟ السيدة كتعبر التبوبة، تبوبة كتعبريها. وتعطلتي 20 دقيقة لداخل، يعني واحد فين واحد لور واحد لقدام. وانا تقليد عليا كانت كتهضر معايا ابيل فيديو في الواتساب، الله يرزيني كتهضر معايا ابيل فيديو في الواتساب وكتبقى تقول لي لاتي كانت كتهضر معايا ابل فيديو في الواتساب. اخوتي سناو سناو جايب لكم واحد الدوسي مقود ليليها ليها كبرها الصغار كبرها الصغار ليليها ليها الصغار ولات ميترو. شفتي انا معاكم عاثير ليليها ليها. فهاد التليفون خاصني نحول من هاد التليفون لهاد التليفون باش غنجبد لكم واحد الفيديو، واحد الفيديو واعر ديالها هي وكدير كتشمشم كتشم الكوك. كانت كتهضر معايا ابل فيديو قسما بالله اخوتي، لا عريانه السقطيه كيف ما ولدت همها، وواحد وحده مشهوره حتى هي. هذيك السيده ما دارت ليا والو، ما نقدرش نجبدها. واش فهمتوا؟ كتهضر معايا ابل فيديو وجالسه كتشم طبسيل في هاد اليد والكوجاك في هاد اليد مع واحد الريفي قسما بالله. وحاجه اخرى عاوتاني معاها وحده اخرى عريانه حتى هي، والاخرى خدامه مع الاخر ودايرين داكشي جماعي جروب. اقسم بالله الا كذبت عليكم بغيت ربي ما يسهلش عليا. هذيك ام الحراميين البارح كنت طالع مع نيبال قال لي راه كاذب عليك، قالت لك حقه مجوجه راه ما دايره لك غلط راه ما كاين لا جواج لا والو. شكرا على لي كادو. شفت والله الا درتهم كونسيبت كنعيرهم كلشي باغي يفهم الخدمه كلشي كيصيفط الكادويات. سمعتوني السيده ام الحراميين، الدراري كل واحد من اب ويعلم الله بواتهم شكون، الام عاهره والبنت عاهره، تصوري كيخرج منها وكيدخل في امها. اشنو غتتوقعوا من ديك الانسانه؟ اش غتتوقعوا من هذيك الانسانه؟ قلت لك السيده جات عندي لتركيا، امها جات عندي لتركيا، الكارو مورا كارو، صف 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 صف، هذوك القواده ديال زمان، دوك ديال زمان ديال زمان يا رحمن. كارو يا اختي مورا كارو، الدار ولات عندي بحال عجاجه، عجاجه عندي في الدار. ملي بغات تخرج قلت لها يلاه نوصل لك اخالتي، وتقول لي لا راه كاين الدري اللي كيتسناني لتحت. شكون كيتسناها لتحت؟ سوري سوري مشى لقينا كيتسنى لتحت، مشى معاها هي وصاحبتها. هذه مات كروفيطا مات سردينه ام الحراميين اللي في بلجيكا، هذه امها ملي جات عندي. ايوا الا عليك مشات مع السوري كواها هي وصاحبتها. يعني ملي عيطت لي انا السرديله وقالت لي راه ما لقيتش فين نخلي الحراميين باش نجي نبدل عندك الجو، وقالت لي راه امي مشات مع الصاحب، تفكرت نهار اللي جا عندها السوري وجدها من داري. واش فهمتي؟ اما تنهضروا دوزوا شويه، دزنا للصباطي دزنا للسردينه مول الحراميين، ندوزوا للحاس، اللحاس الاردني ولا ما عرفناه فلسطيني ولا ما عرفناه اسرائيلي ولا ما عرفناه منين. مهم كيقولكم تقولوا ما تسولوش على الديانه ديالي، حق انا ديانتي مسيحيه، ماشي مسيحي هذاك، ماشي مسيحي وماشي مسلم هذاك. اللي ما كيعترفش